بحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، دشنت النيابة العامة بمملكة البحرين خدماتها الإلكترونية على بوابة الحكومة الإلكترونية بهدف التسهيل على المراجعين وتيسير الإجراءات وحفظ الخصوصية. كما تمكنت النيابة من إنجاز ما يوازي 100% مما ورد إليها من قضايا في العام المنصرم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقامته النيابة العامة حول إنجازاتها لعام 2017، فضلا عن كشف أبرز الإحصائيات للمهام التي تختص بها من حيث القضايا والدورات وغيرها، وإعطاء نبذة عامة عن اختصاصاتها لتعريف وسائل الإعلام بها. اليوم دشنا الخدمات الإلكترونية في النيابة العامة. هذه الخدمات الإلكترونية هي تسهيل للمواطن والمقيم وللمحامين أيضا. ممكن أن الشخص يقدم الطلب من خلال منزله أو من خلال مكتبه في كثير من الأمور، الاستعلام عن القضية وحالات المحكمة أم لا زالت في النيابة العامة، موضوع الكفالات إن كان استرار الكفالة، إن كان منع من السفر، كثير من الأمور المحامين تقديم وكالاتهم عن طريق هذا الموقع أيضا. الشخص الموضوع طبعا فيه كثير من الأمن وكثير من الخصوصية وكثير من السكيور، بحيث أنه لا يمكن أن يتعامل مع هذه أو يدخل لوغن لهذه الصفحة إلا من خلال مفتاح إلكتروني، المفتاح الإلكتروني اللي يصل من الحكومة الإلكترونية. هذه جزء. الجزء الآخر مثل ما قلنا في المؤتمر الصحفي، حصل نسبة إنجاز مرتفعة جدا السنة دي. النيابة الكلية كانت نسبة إنجازها 100%، بمعنى كل قضية كل جناية وحيلة النيابة الجزئية من قبل النيابة الجزئية وحيلة المحكمة، لم يتبقى لدينا أي قضية. أيضا هناك نسبة إنجاز في 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 وحسم كبير في قضايا المرور، لأن رحلنا قضايا 2016 و2017 تقريبا، وارتفع لذلك ارتفعت النسبة. هناك مبنى خاص النيابة العامة موجود الآن، احنا قلنا تسهيل المواطن، تم إنشاء جهاز النيابة العامة أو مكتب فرع النيابة العامة أو نيابة المرور في مبنى المرور. أيضا تم بعد ذلك نظرا أيضا تسهيل المواطن من خلال مجلس أعلى القضاء، أنشأ محكمتين للمرور أيضا في المرور، بدل ما يجون إلى 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 مباني المرور، مباني المحاكم ووزارة العدل. هذه من شأنها تسهيل الأمر المواطن.